ازي حضرتك عامل ايه؟ صحتك الحمد كله تمام؟ لله. زعلان من عدم الاشتراك في البطولة العربية؟ لا انا مش زعلان، انا مذهول. مذهول؟ بص طبعا البطولة العربية 9، 6، 7، 8، و10 بس هو، وطبعا اللي منظم البطولة من حقه يعمل اي حاجة، ما حدش له سلطان عليه. ان اذا انا بنظم بطولة من حقي اسعه الاندية اللي انا عايزة تشترك. لا بس هو طبعا عامة البطولة العربية لازم يبقى لها نظام وسيستم يعني. لكن هو في كل العالم، اولا انا لا اقصد اي نادي ولا اقصد اي شخص ولا اقصد اي حد، لكن عموما في اي مكان في العالم، يعني لو واحد داخل كليه يخش بالمجموع، لو واحد داخل اي بطوله بنشوفها في اوروبا في امريكا الجنوبيه كاس العالم اي حاجه بتاخد بالترتيب الطبيعي. صح. بغض النظر بقى عن مين الاول مين الثاني مين الترتيب، دي قوه الدوري الانجليزي، ان لما بيشتركوا ما بيبقوش عارفين مين الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، قوته وغلوه. وفي النهايه الجوائز برضه بتتاخد الاول الثاني الثالث الرابع. اشتراك البطولات الاوروبيه بنفس الترتيب، اشتراك البطولات الافريقيه بنفس الترتيب. فالوضع الطبيعي ان حضرتك لو بتختار عشان ناس تشترك بتاخد الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس بالترتيب كده، ده الوضع الطبيعي. وبعد ما يعني هو ده الوضع اللي احنا عارفينه، لكن طيب. احنا في النهايه لا بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انت كاتب يعني تويتايه بتقول عدم اختيار سموحه المشاركه في كاس العرب اجراء عقابي على رفضنا بيع عبد الله بكري. طبعا أيوة كان ممكن اكمل للاهلي لان المستشار تركي الشيخ هو رئيس الفخري للنادي الاهلي. يعني بص انا مش انا طبعا بحترم المستشار تركي الشيخ، يعني قصدي انت كنت ما رضيتش تبيع عبد الله بكري للاهلي. ايوه حصل. طب هل ده معناه ان الاهلي بيعاقبك؟ لا انا مش بص انا اتكلمت على وجه العموم، ان انا لست في خصومه مع احد ولا زعلان من حد، بالعكس انا يعني طيبه بكل الانديه وكل الانديه فوق دماغي، لكن انا يعني كتبت ما يعني يقول بخاطري وما شعرت به، لكن مش المقصود ان انا يعني. بص يا باشمهندس فرج، انت رجل سياسي مخضرم ورئيس نادي وعضو ورئيس لجنه الشباب والرياضه، اللي انت قايله ده انت ده احساسك ان انا ما بعتش عبد الله للاهلي فانا مش هشترك بسبب ده. لا مش احساسي، ده الواقع. بس من غير بقى بص ده اللي حصل، ان انا بقوله ده اللي حصل. لكن انا يعني هل انت عرضت ان انت تشترك وهم قالوا لك لا؟ لا 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 ما حصلش. انا عارف ان الاتحاد سعى انه يشترك، يعني المهندس محمد مصلحي. لا 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 خالص، انا ما ساعدتش ولا اتكلمت ولا طلبت من حد، وده مبدا عام. انا عمري ما اسعى ان انا اشترك في بطوله ولا اني اخد ميزه، وعمري في حياتي ولا اكلم حد اقول له كذا ولا كذا، عمري في حياتي. دايما بعتمد على اي حاجه بالمجهود، عمري في حياتي ولا اتصل اقول النبي انا عايز الحكم الفلاني لا قدر الله، ولا بكلم اي مخلوق على الاطلاق في اي شيء. طيب حضرتك تكون في الصوره. باشمهندس فرج، حضرتك كنت في لجنه الشباب والرياضه النهارده؟ امبارح كان معاك وزير الشباب والرياضه. ايوه. هل فعلا حصل خلاف ما بينه وما بين رئيس نادي الزمالك؟ يعني ما حصلش خناقه خالص. بص كنت انا وزير الشباب عند رئيس المجلس. في لقاء الوزير كان بيتكلم فيه مع رئيس المجلس، وكان بيستعرض نقاط كثيره جدا، وكانت قاعده يعني بيتكلم فيها عن حاجات كثيره جدا تخص الشباب والرياضه. بعد ما طلعنا على اولا كان المستشار مرتضى قاعد معايا في لجنه الشباب والرياضه، قاعده ظريفه جدا وكلام ودود جدا وكلام لذيذ جدا، وكان كل اعضاء لجنه الشباب والرياضه عمالين نتكلم معاه، والناس متعاطفه معاه كشخص ومتعاطفه مع نادي الزمالك. تمام. انا مش هقول لك غير كده، وانا كمان يعني انا بحب الاهلي وبحب الزمالك وبحترم الاهلي وبحترم الزمالك. ومصلحه الرياضه في مصر استقرار الاهلي والزمالك واستقرار الانديه، احنا بنتكلم هي دي مصلحه البلد، وهو ده اللي احنا بنشتغل عشانه لما بنتكلم عن الرياضه. فانا اتمنى ان الامه تزول بالاصول، ودايما انا بتكلم والمستشار مرتضى يعني الراجل بيتكلم معايا على طول طول النهار. فالمهم كنا مع الوزير، لما طلعنا لقيت المستشار مرتضى منصور واقف على الباب. واقف مستنينا، عامل لنا كده كمين، لكن كمين ظريف بيضحك مع الوزير، بيقول له انت زملكاوي ازاي ما تهنيش لما الزمالك كسب بطوله اليد؟ فالوزير قال له انا ما بفضلش ان انا اهني الزمالك لما يكسب الاهلي او الاهلي لما يكسب الزمالك. قال له طب يرضيك ان في واحد عندك من اللجنه
جاية تشوف القضية بيشتم في الزمالك وكاتب كذا وحاطط على صفحته كذا، قال له أنا ما بفتش ورا حد، لكن لو ثبت ذلك أنا همشيه. خدت بالك؟ وبعدين راح قال لي إيه أنت بتخاف من وزير؟ يا سيادة المستشار واحترم نفسك. وراجل بيهزر معايا وأنا بهزر معاه وراجل صاحبي كده بقى. يعني أصل كتبت في مواقع بصيغة مختلفة شوية. قول لي سيادتك عليه المستشار مرتضى اتكلم بغايه الادب والاحترام والوزير اتكلم بغايه الادب والاحترام. طيب. وكان حديث ودي محترم وانا كنت واقف وحاضر الكلام ده وكنت بهزر مع مرتضى منصور ومرتضى منصور بيهزر معايا وحديث ودي محترم محترم محترم. طيب. ما حصلش اي خناقه ولا اي مشاكل. هل في عضو مجلس نواب تقدم بطلب احاطه لمناقشه الجهاز المركزي للمحاسبات في موضوع اللجنه الاولمبيه؟ تقدم. هو طبعا النواب يتقدموا بكل حاجه. ايوه حصل. حصل ده يعني؟ طبعا عادي، ما ده من حقه، من حق كل اي نائب يتقدم باي طلب يراه طبعا وجهه نظر النواب. طب ما هو دلوقتي يا باشمهندس فرج مع احترامي، يعني هو نادي الزمالك الوحيد اللي تعمل له لجنه ماليه وفي جهاز مركزي محاسبات قايل كلام خطير عن اللجنه الاولمبيه، لماذا برضه لا يتم التحقيق فيها؟ ليه في بعض الاحيان بتحط الموضوع في الدرج؟ اللجان بتيجي للانديه كلها، بس الزمالك ده كيان عملاق عشان بس يعني ايه نكون. طب ماشي، يعني ما هو كان عملاق دلوقتي ما هو سموحه جاله لجنه ماليه وقوه انديه كثيره جالها لجنه ماليه، بس الزمالك لو لاعب كوره اصل ظفره هتلاقيها عنوان رئيسي. انت يعني انت جالك لجنه ماليه والناس بعدتك وهم اللي بيتحكموا في الفلوس؟ لا ما حصلش كده، جالي لجنه تفتش عليا. ماشي. لكن اللجنه بتاعت الزمالك دي مش قرار من وزير، دي قرار من النيابه. وبعدين ان شاء الله انا متوقع خير يعني باذن الله، احنا علينا ان احنا نتوقع ما حدش يفرق. طب الموضوع ده من المتوقع باشمهندس فرج يخلص اللجنة امتى؟ اللجنه اللي جايه تفحص العضويات مدتها شهر، عدى منها 4-5 ايام. يعني لسه احنا بنتكلم مثلا على قبل رمضان؟ يعني بس وارد ان يخلصوا قبل شهر. انت وبعدين في نقطه، انا قصدي كل ما الموضوع يطول ده مش في مصلحه نادي الزمالك. انا على حاجه بس عشان الصوره، اللجنه ملهاش انها توقف اي صرف، بس اي صرف بتصرفه بقرارات مجلس اداره، وكل اللي طلبه نادي الزمالك اتصرف. انا موافقك ان ده مش وضع طبيعي، لكن ده جاي بناء على شكاوي من ناس كانوا اعضاء مجالس ادارات او رئيس نادي سابق في النيابه، والنيابه ما تقدرش تعمل. بس اللي انا عايز اوصل لك اليه ان كل العقود بتتسرب للاعلام، يعني عقد طارق حامد، مرتب ايمن حافظ، عقد احمد مش عارف ايه، يعني ده مش طبيعي برضه. بص، وعايز اقول لك ايه اللي ما بيتصرفش للاعلام، ما كل حاجه في اي نادي في مصر تتصرف للاعلام. وبعدين هسالك سؤال، هي مرتبات الناس دي او عقود الناس دي تختلف عن عقود الناس اللي بتشتغل في نفس الوظيفه في النادي الاهلي مثلا؟ لا، بس انت عمرك شفت اللي شغالين عندك عقودهم بتتسرب، ولا شغالين في الاهلي، ولا شغالين في اي نادي عقودهم بتتسرب والعقد بتاع لعيب بيتسرب؟ كل العقود اللي في سموحه الناس بتكتبها على النت. اصل انت لما تيجي تشغل واحد مدير حاجه في 100 تانيين طمعانين في المنصب ولهم ناس قرايب في الحسابات. وبعدين هسألك حاجه، هو اي عقد هو ده مش من حقه؟ هو مش من حق الزمالك يعمل لطارق حامد ما يراه؟ هو مش من حق الزمالك؟ ايوه، بس مش دايما العقود بتتسرب للاعلام كده يعني. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، هو مش من حق الزمالك يدفع اللي مجلس ادارته عايز يدفعه للاعب اللي هو شايف ان ده بمصلحه الزمالك؟ صحيح. ومش الزمالك ده عليه ان هو يحاول، الاهلي والزمالك عليهم يحاول يجيبوا احسن لعيبه في مصر واحسن مدربين واحسن اداريين واحسن كده، والناس دي مش لازم تاخد احسن فلوس؟ صحيح صحيح. انت ناوي تبيع عبد الله بكر ولا مش ناوي؟ لا انا والله بص عايز اقول لك حاجه، انا اي لاعب كوره في نادي سموح لو مصلحه النادي ومصلحه اللاعب ان هو يتباع بالقيمه المناسبه له انا ما عنديش مانع. ما اقفش في سبيل حد، انا ما اقفش في طريق حد ولا اقف في سبيل حد، بس كل حاجه بالاصول. تمام. اشكرك المهندس فرج عامر، طبعا رئيس لجنة الشباب والرياضة ورئيس نادي سموحة. دي كانت معظم اخبارنا يا جماعة. هنطلع لتقرير مع جمهور النادي الاهلي بعد مباراة